السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد. قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك. اشترك يا جماعة الخير، خلوني أفوز بالتحدي حق السفرة اللي من المساعد يا جماعة، الله يرضى عليك. اشترك يا عزيزي المشاهد، خلوني أسافر بعد جيت أرحم والدك. يا جماعة الخير، أنا متواجد الآن في موسم الجيمرز، باقي أسبوعين وينتهي الموسم. يا جماعة لازم أشوفكم كلكم متابعين، اللي أحبكم لازم تجوني. تحت الرابط الوصف اللي يحجز بيطلع لي اسمك، اسمك بيطلع لي إنك أنت اللي حجزت، عشان اعرفكم تقابل وتقوي وتصور معي مقاطع. ويا مرحبا اي واحد يحجز من ايش من الرابط هذا، ونشوف اي واحد بيجي يعطوه الرابط حقي. انا طبعا انت بتخيل اليوم مقطعنا مقلب كودي من فالكونز. متحمس الضفه يا شباب. اتفقت مع عثمان انه يجهز لي خروجي من فالكونز لمده ساعه واحده. ليش يا راي؟ عشان اقدر احلف للشباب اللي يجوني يقول اقسم بالله اني انا بطلع من فالكونز. فعلا انا متفق مع الاداري عثمان، نكتب لي خروجك من فالكونز الان، توكل اكل لمده ساعه واحده. ساعة بعدين برجع فاكس. والله اني خايف رد الفعل، والله اني خايف. شلونك للي؟ حياك الله. كيف الحال؟ طيب ان شاء الله. للي انت شفتني صورت سنابات وقلت ممكن اسوي شيء؟ ايوه قلت لك حتى انا انك مسوي شو ناوي تسوي. صح؟ ايه. طيب للي، اول شيء انا اقسم بالله اني ما اكذب عليك، والله العظيم من الناس اللي يتخرب قلبي بسرعه للي، والله يا جماعه اني ما اكذب. من الناس اللي دخلوا قلبي بسرعة ومرة مرة مرة حبيتهم. اي والله كلامك جميل صراحة. العافية على كلامك، لكن ابغى انا الزبدة ايش قاعد يصير؟ الزبدة للي عشان اشوف، هو احسك مستحيل زحف تسوي زحف تسوي اللي في راسي. للي شوف انا بقول لك شيء، سبحان الله الاقدار هذه والاشياء اللي تصير، والله ما اكذب. قبل لا نطلع الدنيا يعني وانا بطن امي ربي كاتب لي وش بسوي، وين بكون، وليش، ومتى اموت، ومتى ايش. صح صح. ما راح اطول عليك للي، ما راح احسب من الفريق، ابغى اطلع. انا بطلع من الفريق اللي جدا حزين، جدا حزين انه يعني راح ابتعد عن شخص مثلك، والله ما اكذب. لكن نبقى اخوان نصور مع بعض، وكان ودي يا للي من اول اقول لك انه ودي اصور سلاسل معك انت الشخصيه. مسجل الافكار اللي كان بيسجلها. يب وبنسجلها سواء انا مع فاركس ولا برا فاركس، مسجله مع بعض. بس ليش السالفه؟ طيب صارت يعني شويه يعني والله ما ودي بس للي انا المقطع هذا بصوره يعني زي اول يعني قبل اطلع من باور صورت مقطع وانا ودع الشباب من غير شغل، لكن صناع محتوى باور كلهم اخواني واقابلهم. بالعكس بالعكس. فانت برضو تبقون اخواني والله. اي بس انا ابغى اعرف ايش الفكره يعني، ايش ايش شلون ايش اللي صار؟ عاد تقدر تقفل الكاميرا ونقدر نوقف وتقول ايش صار. لا 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 عادي، مو يعني مو شيء صار، يعني صار لي ظرف ما اقدر اكمل، صار لي ظرف ولا اقدر اتكلم فيه والله. ف تبي اعطيك يعني وجهه نظر؟ ابزعل. ليش ازعل؟ ابزعل. تزعل من ايش؟ تحسب بقول لك العاف والله ما قصرت؟ لا والله بزعل. قل لي اذا انت تعدني احد يعني من الناس اللي والله انا من الناس القرار. انا شوف انا قلت لك اياها بالشقه، وش قلت لك؟ قلت سبحان الله انا ما عمري حبيت احد من قلبي الا سبحان ربي خلاني اقابله، وزي ما قلت لك وانت كنت احد الناس هذه. يعني كيف انت كنت مع بوار فجاه كذا انا وياك قاعدين بنفس تحت سقف واحد ونسولف ونضحك ونصور مقاطع باذن الله، بنبقى تحت سقف واحد باذن الله. ما اختلفنا بس ليش ما يعني تبي تقول لي بعد التصوير؟ يعني مو بعد التصوير بس انه صار لي ظرف، ممكن اكلمك بعدين عن الظرف هذا اعلمك، بس انه انا بدي اصور اليوتيوب حتى ابين الناس وانزل مقطع انه خروج من فالكونز. فللي يبعد قلبي راح تبقى اخوي، وراح نتقابل ونتواصل باذن الله، ولا راح نقطع بعض، لكن ابيك تقول لي كلمه بس، كلمه لي اليوتيوب، وابي اضمك بعدها والله ما اكذب ترى. والله اشوف والله بقول لك صراحه، والله اني ما ادري ايش اقول. تؤمن بالله؟ فانا من انا يا رجل احس لي كاس اقول يا رب يقول بطقطق، يا رب يقول طقطق، يا رب يقول. بس انت صملت صملت يا اخي، تدري ليش؟ ليش جاني احساس كذا انك يعني اذا يا اخي ناظرك الفتره الاخيره من بعد. من بعد ايش؟ من بعد ما عاد تجينا بشقه، ما عاد تسوي شيء، لانه مره كنت مره متقروش، مره متقروش صارت، والموضوع هذا من اول اصلا. لكن اليوم سالتك قلت شيك تقول ما في شيء. كنت اجيك من الشقه انا يوميا. بس يوم سالتك قلت لك شيك تقول ما في شيء. يب ما اقدر اقول لك. والله ابيك تقول لي كلمه. والله الله يوفقك. عشان ما انساها. شوف اكون معك صريح يعني بعيد حتى وان زعلت يعني انا من جوا تمام، لكن يبقى الله يوفقك ويسرك بالاول والاخير. الفريق هو فقط وسيله اننا نتقابل او اننا نتكي مع بعض، مو ما ما ما, ما, ما يربط ابد علاقه احد بفريق. وهذا بالاخير يعني مجال ورزقه وبزنس زي ما تقول. صح. والله يوفقك وين ما تكون على عين يعني، الله يوفقك. بس من جوا احس والله مره مره يعني راح اصغرقي قسم بالله. غلقت بي والله، غلقت بي. حاب اودعك من غير شر ان شاء الله. من غير شر يا بعد روح.
انت عمي حضري من قلب والله من قلب الله العظيم يا بعد قلبي انا ما ودي اخمر والله عشان ابتي اخمر بعد المقطع عشان ما ابتي قدامه ودين علي اني ما احاول اني ابعد دمعتي عن الجمهور لانه لكم الابتسامه ولي الحزن الحزن لي الحال يعني ما اشارككم حزن انتم الابتسامه لكم شوفك على خير لا وجهك بخير اشوفك برا خلصت التصوير ليش لازم انت معك لازم تقول ايش فيه لا لازم تقول لي وش فيه لا تقول لا وما ادري ايش لا حبيبي اللي لو قلت لك هل بتغير شيء لا بس انا ابغى اعرف عشان اقول والله صح يعني لاني انا لما بتقول لي بعرف نفسي مكانك على طول اخر ضمه بعد قلبي الله يستر امك يا حبيبي ويوفقك يا رب وين ما تكون وبالعكس والله ما ادري وبالعكس وبالعكس يا بعد قلبي خلاص يا اخي بس دقيقه بس وقف اكذب عليك ورب الكعبة ورب الكعبة أنا قلت استهبل تمام أنا قلت استهبل أنا قلت أنا 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 يا ابن الذين هذا اللي كنت هذا اللي خلاني اصدق يوسك بالله شكلك قمت تتفل قمت تتفل حد قل له يلا عثمان معصب كان كذا كان يقول له لا تزعم للجاي اي انا بدك مع عثمان المدير كلهم يسالون ايش صاير ايش صاير صاير ايوه اول شيء انا نزلت تغريد انه في شيء بسويه كنت بمقلب العيال عشان يشوفون هذا يسألوني فعلا يسألوني لكن منو يتمقلب الجمهور تمقلب أكثر صاروا يسوون تحليل وإنه يروح مدري وين ويروح مدري مين ويروح لا يا جماعة أنا باقي مستمر بإذن الله ما بالكم ودعواتكم لي بالتوفيق يا بعد قلبي آمين يا رب في كل مكان إن شاء الله كم بالمية صدقت ومتى صدقت يوم وانا اسولف معك والله اني ما صدقت كذا قاعد اقول يكذب لين شفتك يعني قلت لي زي اللي خلاص قلت ها دقيقه خليني اقول اللي عندي واقول لك اللي عندي قلت خلاص طيب اسمع شفت عينك حتى يا حيوان غار تغورقت يا كلب والله اني اعرف انك تكون شو اسمه ابي اي واحد مسلسل بمثل مدرسه انا ما فكرت كنت رايد شلون حلف طيب جالس احلف انا ليش؟ اخلي عثمان يجهز لي اب خروج من فالكنز لمدة ساعة عشان كذا الله يقلع يا لا هات قلبي يا أنا معاك بإذن الله بتبقبون السلاسل اللي تكتبون بيننا تكفي رحمه تسجل مقاطع حرام عليكم تسجل أول مرة تسجل أفكار خزر أول شيء رب الكعبة تشوف مقاطع عندي وبقناة اللي بإذن الله بتشوفون شيء تضحكون ضحك من الأخير قد وانتظر المقطع اللي بينزل في قناة ها؟ وانتظر المقطع اللي بينزل في قناة أشياء أقول زي جماعة معليش خربنا خربنا يا جماعه الخير للي نزل مقطع قناته اقسم برب الكعبه نزل يا ويله مني وحش في سريع بندر يلا حي بندر سلامك الله يحييك تمام يا بعد قلبي طيب بعرف يعني بعرف ان الجمهور يعني علاقتي مع بندر من الناس صدق انه دخلت معهم الفتره الاخيره لكن اقسم بالله عزيز على قلبي بشكل يخوف حبيبي والله العظيم يا بعد الروح حبيبي مرة مو أخو فوق الأخو والله العظيم من الناس اللي أنا أسمي بندر ما عنده قلب مثلا لا قلبه قلب طفل والله أن قلب بندر قلب طفل أقسم حبيب. بالله حبيبي والله يا أخي حبيب مرة فبندر أنا صورت مقطع وأنت اليوم جيت قلت لي رايد أشوف التيك توك تكلمون إنه في شيء بيزعل أعضاء فالكم أي صح من جد قلت لك يب وجلست أقول له قل لي ما مو راضي يقول لي الآن بقول لك وش ممكن يزعل وانت انا من الناس اللي انا ادري انهم يغلوني اكيد فممكن يزعل اوكي بندر انا ابطل من الفريق والله العظيم ما اكذب قسما بالله اني ما اكذب يا بندر ولا راح ادخل اي فريق ثاني واصلا انا لو بغيت اتزوج بقطع اليوتيوب وات فما ادري يا اخي اسمع بالله يا اخي تراك حلفت مو مقلب هذا والله أبطل من الفريق فما أدري وش أقول مصور مقطع أنه أبودعك من غير شر وأنا أضمن وأدري أنه مرة أنا أتخلى عنك ولا أتخلى عني بعد ما أطلع من الفريق كن أخوان ومسير على بعض بشقتك وتجيني وأجيك ونسافر مع بعض وكل شيء إيش طيب السبب؟ من زعلك؟ ما أحد زعلني لا أبدا والله عادي أنا أكلمه وأنا أدري بس والله ما أحد زعلني بس أنه صار لي ضرب أنا أنه لازم أطلع ف
فودي اودعك من غير شري بعد قلب. لا والله ما ارضى انقلع. ليه؟ لا ايش اصبر نحل المشكله اكيد في حاجه كذا انا راح اتدخل ما عليك تحل كل شيء. انا ادري يا بعد قلبي والله اني ادري انك ما راح تقصر معي يا بندر اقسم بالله يا اخي ما امدح حتى ما جلست كام شهر ما ادري شهرين يعني. اربع شهور صار لي دايم اوكي بس يعني تشوف كيف يعني من كثر ماذا احس يا اخي تكفى تكفى اصبر اصبر نحل الموضوع وبسيط ان شاء الله وما لك الا يصير كله خير وان شاء الله راح تنبسط انا دحين جالس اشوفك في اليوتيوب جالس تتفاعل وكذا تنزل مقاطع وات ذا فك تبكي ايه رايد من زعلك بالله ما زعلني والله لا ادعس في بطني والله لا والله بس انه والله صعب والله يا اخي عادي اي ظروف ترى تنحل ناقصك فلوس شيء لا ما ناقصني فلوس طيب تعبان عادي عندي دكتور ترى والله صدق مو تمام بس انه يعني المقاطع زي كذا ما احبها اللي هي مقطع الفراق من غير شر يعني فودي اضمك يا بندر يا قلبي انت والله عادي بس انا ترى معاك كل شيء يا بعد روحي بس يعني راح نحل الموضوع انا راح اكلمهم عادي تمام والله لا تزعل ما عليك بسيط طيب ابيك تقول كلمه واحده بس ابيك يعني الجمهور قل 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 كيك كيك قل كيك كيك اكذب عليك يا الله يا الله ترك حلفت في البداية أنا عشان كذا قلت حلف لأنه أثمان أثمان متفق معاه إنه يعطيني أك خروج وفاكس مدة ساعة وتبكي على راسي والله هذه الكورة ورب لا أفلق راسك قسم بالله طيب شوف اي في مقلب ايوه في مقلب ثاني هذه الجزمه لا استغفر الله العظيم تعبت انا اللي تعبت تعبت من شغلك هذا والله انا اسف يا بندر وبعد المقطع هذا حبيتك زود اقسم بالله كتمت الحين والله يا بندر يا رب دبل لا تكفى كتمني كتمني يا جماعه كتمني يا لا ادراه يا بندر طيب سامحني تكفى فلازم تبين الناس انك سامحت فيه يعني رائد رائد وما سهل يا رائد عمري يا اخي الله يسلمك يهديك يا اخي عليك مزحات يعني شويه بس لا يعني شويه كيف طيب بندر دامك سامحتني ونبقى اخوان وحبايب ايه يعني اشتراك ضبط الرجع يعني اشتراك ولايك ويستاهل رائد والله انه في القلب سفرتك وبسافر اوه اي والله نبغى نسافر سوا يب ايه فاشتركوا ضروري ضروري الكل يشترك الان يا بعد قلبي يا بنت حبيبي يا بعد عمري يلا هنا لا لا هلا والله عزيز يلا حي شلونك طيب ان شاء الله طيب محقق ثاني جزء ثاني لا لا في جزء ثاني النقطة هذا شوي شوي جدي زي محقق حلو اي تقريبا زي انت متعود شلون ابدا فيك يا ولد شلون ابدا بالموضوع ما ادري والله ماني عارف طيب عزيز والله العظيم انت من الناس اللي دخلوا قلبي وتشرفت بمعرفته والله العظيم ومره اعتبرك مثل اخوي والله شيء متبادر والله يا بعد الله لحظه بالله اسالك بالله في طقطقه في شيء ما في طقطقه اقسم بالله بقول الكلام اللي بقول لك اقسم رب الكعب انه صدق يا ولد مروعني انت شو فيك انت منكتم انت لا اكيد بعذري منكتم عرفت الموضوع تعرف اني انا منكتم عزيز من الاخير انا راح اطلع من الفريق لا تمزح والله العظيم لا تحلف يا ولد تؤمن بالله ونعم بالله لا تحلف يا مسلم العظيم والله اني انا بطلع من الفريق اي بتطلع من الفريق بعد سنتين ثلاث ان شاء الله على خير بعد خمس سنوات قسم بالله العظيم اني بطلع من الفريق بعد شوي من الاخير بعد شوي الحين اي بعد شوي بطلع من فاتح. اسالك بالله يا ولد اطقطق اي صار لي ظرف يا عزيز بس انا حبيت والمقاطع اللي تو احنا قايلين بنصورها مع بعض والجدول اللي بتنزله في القناه صح ان شاء الله اقدر اصور معاكم بعدين ليه بتطلع صار لي ظرف مره ما اقدر اتكلم فيها هي ممكن مستقبلا بعلمك الموضوع هذا لحظه بس عشان استوعب انت بتطلع من اليوتيوب ولا بتطلع من الفريق الفريق يعني بتكمل يوتيوب اي بكمل يوتيوب بس اني بطلع من فالكنز طب ليه تطلع صار لي ظرف بعدين بعلمك انا الظرف هذا معني من الظرف هذا بس طب يخص ايش يخصني انا صار يعني بينه وبين الإدارة لا لا, لا 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 لازم تعلمني يا اخوي خلينا نحاول نسعى نصلح صار تكلمت مع الإدارة وزي كذا انه ما اقدر استمر فبطلع فخليني اقول لك شيء يا عزيز ابيك يعني قدام الجمهور انك توعدني انك ما تخليني وانه نتقابل يا اخوي حنا يا اخوي اخوان اكثر من اخوان بس معليش الكلام ذا ماني قادر ابلعه انا ليش وش السبب اللي بيخليك تطلع ما تبي تقول قدام الكاميرا اوكي بس متعلق بايش
خلنا احنا نروح نحاول نساعد نشوف ايش السالفه. والله ما تقصر يا عزيز، لكن ابيك يعني انا ودي اني اختصر، والله ودي انك تقول كلمه لي يعني انا، وبحتفظ فيها ان شاء الله يعني من غير شر. يعني راح اودعك الحين بس انه من غير شر ان شاء الله، وراح نتقابل وتسير علي وسير عليكم ونتقابل. يا ولد قل اقسم برب الكعبه اني بطلع من فالكون. قسما بالله العظيم اقسم برب الكعبه اني انا بطلع من فالكون وبعد شوي، لانه مره صار لي ضغط مره يا عزيز، فانا اسف بعد قلبي، ودي اضمك واودعك من غير شر بعد قلبي لا يا اخوي. لحظه لا تكسر قلبي. لا والله لحظه يا اخوي، لا تودعني ولا شيء، احنا مع بعض ان شاء الله، بس انا ماني اذكر الله يا ابن حلال. قل لا اله الا الله يا ولد، انت تروعني قسم بيت الله. ايش فيك يا اخوي؟ يا اخوي اذكر الله، قل لا اله الا الله. طب انت تقدر تقول لي ليش برا الكاميرا؟ مستقبل بقول لك بس الحين ما يا ولد خليني اصيح انا بعد يا ولد. لا بس انه والله دمعت يا ولد يا اخوي، اذكر الله. تكفى لا تروعني، الله يرحم والديك. شيء طيب، موضوع يعني خطير شيء، ولا ان شاء الله امور تمام؟ موضوع يا ولد انت يا اخي تكفى، انا والله العظيم ترى مش عارف تلخبطه، ما ادري اضحك ولا اصيح ولا وش. انا صار لي ظرف وما اقدر استمر مع الفريق، وكلمت الاداره انه خلاص اتفقنا انه بطلع يعني بعد التصوير هذا بطلع، وهذا التصوير اني حبيت اودعكم من غير شر، وانا مره حبيتكم مع انه بفتره قليله تعرفت عليكم، لانه اقسم بالله اعتبركم اكثر من اخواني والله. يا اخوي رب الكعبه انت اخوي يا رايد. يا حبيبي يا واسالك بالله انك يا اخوي بعيدين عن التصوير تعلمني بعد شوي وش، خلنا نحاول يا اخوي نحل الموضوع. هل هو مشكله؟ هل هو صاير شيء؟ هل هو موضوع شخصي لك برا فالكون؟ وش؟ لانك تقول انت بتكمل يوتيوب، بس ليش في فالكون ما انت بتكمل؟ هو موضوع شخصي لي، ما صار بيني وبين فانكم أبلاء إدارة ولا صنع محتوى أي مشكلة، فأنا يعني بطلع وأبيك تحب تقول لي كلمة يعني بس. والله بعدين نتفاهم هذا الموضوع بعد التصوير إن شاء الله. والله إنه صدمة قسم برب الكعبة إلى الآن. أنا المشكلة إنك أنت قاعد تحلف، ما أدري شو أقول، لكن ما أقول إلا الله يجعل الأمر لك خير وين ما رحت وكيف ما كان. والله يوفقك رايد وبد، احنا مستمرين مع بعض، احنا اخوان و... طيب ابيك بقول لك كلمه ابيك تقولها، ابيك تقول باب. قول باب. قول باب لهم، بس قول باب. زين انا اكذب باب، انا كذاب. الله اكبرك. تكفى يا عزيز تكفى. تحلف بالله يا اخوي، تحلف بالله، تحلف بالله، تحلف بالله. طيب لحظه كيف تصيح يخرب بيتك؟ اي اسس اقسم رب الكعبه اني دمعت عيال شوي ومتلخبط، ما ادري كيف تحلف بالله. كيف تحلف بالله؟ والله ما تحبه والله يا اخي، لا تحبه فارقني يا اخوي، ما بيك. كيف تحلف بالله؟ خل علمك، انا متفق مع عثمان، قلت لعثمان الان بعد التصوير اجهز لي عقد مكتوب وتوقيع وكل شيء اني اطلع من فالكونز لمده ساعه. عزيزي قالب يوتيوب ها؟ يقلع بلي. طيب لحظه العقد شلون؟ تمثيل لعبتي، المسائل هذه لعبتي يا حبيبي. عزيز وخر لا سلام ولا كلام، فارقني بس فارقني. انا اسف يا عزيز. هلا والله عاد، شلونك؟ طيب الحمد لله. كيف الحال؟ ترى انا مره رايح، طبعا عادل من الناس اللي انضموا توهم انضموا معنا الفالكونز، نورتنا ورب الكعبه. حبيبي. من الناس اللي انا مره سعيد بدخولهم معنا. الله يسعدك. ويا حبي لك ويا زينك ويا زين شخصيتك يا عادل. اي بس وراك مروعني كذا تسولف. لا عادي. ايه. عادل في شيء مزعلني انا والله. ايوه. عني انا مو بعنك. وشو؟ انه انت دخلت معنا وانا بطلع من فريق. يعني باذن الله شخصيتك انت مره حلوه وتعجبني ايه بس يعني نفس جوي. طب بس معلش بس خلي الشخصيه على جنب يعني. بس ليش بتطلع يعني؟ صار لي ظرف. ترى ما كنت لازم تعرف شيء، قسما بالله العظيم اني ما كنت بطلع من فالكونز، فحبيت اودعك يعني، ما ادري انت ما راح فيك ولا اودعك، فحبيت اودعك من غير شر بعد روحي، وباذن الله نبقى اخوان. وانا مالي يومين يعني بس بدينا نسولف. ما ادري شو اسوي. ما ترى ما اعرف ايش اسوي، واحد صاحبي ايش اسوي معه؟ اروح اضمك انا ولا ايش اسوي؟ فش اسمه يعني عادل؟ وش اسوي الحين؟ اضم انا ولا ايش اسوي؟ اقسم بالله عادل والله ما كان الدنيا.
بعدين خلاص ما عاد ايش اسوي انا؟ ايش اسوي؟ ايش اسوي؟ توترتني. انا اسف. باذن الله انه نتقابل نكون على تواصل يعني باذن الله، والله يوفقك ويسر امرك، ولازم اشوفك عاد، لازم اشوفك. طيب بس صدق يعني ولا؟ والله العظيم ما اكذب بطلع مفركز، وحاب اودعك يا بعد روحي. الله حبيبي الله يا بعد روحي. يا بعد روحي. الله يخليك يا حبيبي انت يعني. الله يعطيك العافيه عاد ما قصرت. بس خلهم يشتركون لانهم ودي يشتركوا يعني قبل ما تمشي تستغل اخر شيء يعني. اشتركوا رايد عشان رايد بيطلع مفركز شباب اشتركوا. انا ودي بتقول خلاص بطلع خلاص بطلع يعني ما ادري ايش اسوي اضم اعظم ابكي من يوم دخلت ودي بتسولفون بشويش قلت ايه بس في موضوع خلاص رسمي برا وسناب مصور شباب انا بسوي حاجه تزعل حقين فالكون هذا المقلب هذا كنت اخطط المقلب قبل اسبوع ورب المصعب ما ادري وش اسوي اطالع فيك وش انا واحد يبكى عندي وش اسوي اضم احضره احب راسك قاعد امسك الكاب ما ادري وش اسوي ارتعت انا ارتعت رب المصعب اني ارتعت والله طيب ايش رايك المقلب هذا عادل مقلب اول يوم ثاني يوم دوم لي فالكون انا ام المقلب طيب اهلا بك كذا صنعت محتوى كذا عندي انا كذا باذن الله اخرب العيال واحد واحد بديت اخربهم باليوتيوب اول مقلب سويته بالعيال الناس زعلت ترى ليش تسوي كذا العيال فجاه العيال قلبوا علي الحين شافوا وجه العيال ايه ترى في الوجه الثاني مو جديد الوجه الثاني ما شفتوه الحين قناه المقلب ايه بس اصبر عليهم هذا مقلب اخذ لي يومين شباب انا فالكون اصبروا علي وبوريكم الوجه اللي بنكلب بس اصبروا باذن الله بتشوفون عادل الشخصيه الخرافيه الله يخليك يا ضحك يا جماعه من الاخير الله يسعدك الله يخليك ترى قربنا من 100,000 قربنا شوي باقي 1000 شوف اذا شافوا المقطع هذا بتدخل 100 وغصب الله يخليك أنا عندي ما يقصرون اقسم بالله انهم يدعمون الناس اللي اي والله ما شاء الله عليهم والله يعطيهم الله يخليك عادي شكرا طيب إيه ليه ما سالتني الحين قلت رايد ليش تحلف ترى انا حلف انت شوف انا قلت ممكن اني مقلب بس اني يوم حلف انت يوم حلفت بديت ارتاع انا شو قلت يا اخي رايد يا اخي عفوي راي مقالب بعدين بدي اقسم بالله قلت احا طيب اسمع خلنا نسمع صوت فخذه هذا كيك طيب عادل بصدق ليش حلفت انت؟ انا اعلمك ان عثمان مجهز لي انت بطلع من فاركز لمده ساعه عشان كذا اقدر احلف عشان كذا يوم عثمان جاك وكان معصب عليك يقطع ميزك كل ذا صار سيناريو طويل يا جماعه وقاعد اسوي قدام صنع ورب المصحف جانا عثمان قال رايد ترى بتزعل على اللي سويته وطلع كنا ايه قبست خلاص خربت رسمي سوى اجتماع وجاب الاداره كلهم ما في لا اجتماع ولا شيء انا مخطط معهم كلهم قطع شكلك اقول لك شيء توك داخل باقي ما شفت اشياء كثيره شباب انا ثاني يوم ثاني يوم ومقلب يا بعد روح الله يخليك يا حبيبي يعطيك العافيه يا بعد روح طيب اليوم معاي مكسيكي وبعبير الان ما ادري شلون ابدا انا ما ادري كلنا ما ندري صح اقسم بالله اني خايف ما ادري كلنا ما ادري وش الفكره طيب ابو عبيد من الناس تبارك الرحمن الذهين يسمونه هم فطين لا فطين وفي لا كلمه يفهم الشيء وهي طايره حلو لدرجه انه قبل لا نبدا المقطع قال كلمه بس ما ادري لو تقدر تذكرها ولا يا ولد تذكرتها والله العظيم ما اكذب للاسف شديد يا جماعه أتحلف. اقسم بالله العظيم اني ما اكذب عليك ابو عبيد بالكلام اللي بقول لك الان والله العظيم مش مول انا رميتها قبل لحظه ابغى يقول لي انا بدات شفايفي تصير ناشفه ايوه كمل والله العظيم اني بطلع من احلف اقسم بالله العظيم اني ما اكذب اني بطلع من فريق فالكونز اللي انا الحين انا معكم لحظه بعد شوي لكن يا جماعه خلني بقول لكم شيء الحين انا قدام الكاميرا زي ما طلعت من فريق باور ودعتهم من غير شر فأقسم بالله لحظة تسوق أمها ما عليه شيء تسوقه ولا من جد عاد خلينا نشوف اللي ضحكة مقلب والله العظيم إني ما أكذب أقسم أحلف. بالله والله إنه مقلب والله العظيم إنه ما إني ما أكذب كلمة واحدة وإني أبطلع من فالكونز بعد شوي إني بس مع عثمان بعد شوي وبطلع من فالكونز لحظة لكن حبيت أودعكم من غير شر وحبيت أقولكم إني أقسم بالله العظيم من الناس اللي دخلتوا قلبي أنتوا مكسيك ولا يهونون الشباب يعني ومرة أغذيكم أقسم بالله ما ننقطع يعني أسمع اسمع عايش شفايفي والله بيضت ليش انت صادق ولا تستهبل والله اني صادق والله ما اكذب ايش في المشكله مو هنا المشكله ليش قدام الكاميرا لاني كذا انا بغيت اطلع يعني يوم طلعت من باور ودعتهم فلازم اودعكم من غير شر يعني ترى احنا نبقى اخوان ونتقابل وانت عارف شقتي جنبك
ما حضحك ولا حبتسم. ما ادري اي 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 يا ولد اقسم بالله انك ما انت طالع من الفريق. ليه ما انت طالع؟ اقسم بالله انك ما وين رايح حبيبي؟ وين رايح؟ هرج فاضي. ما راح فريق ثاني. انا داري ما... لا لانه السؤال وين رايح. يا ولد اتحدي اذا طالع. ما انت طالع؟ اتحدى انت بس... اقسم بالله اني بطلع. خل عن اتحدى اطلع من الفريق اذا يطلع برا. يطلع بالله. اقسم بالله اني بطلع من فالكونز خلاص. والله ما تطلع والله. ليه بس؟ ليه خلي فكرة انه بطلع وما ادري الحين بيروح من هنا وما ادري وشو، خلي الموضوع التصوير ويحلف. والله اني ما نبغاك تطلع. هذه الفكرة. وانا مو بيدي، انا والله العظيم ادري بس صار لي ظرف انه لازم اطلع، ما قصروا معي لا ادارة ولا من صنع المحتوى، اقسم بالله اخوان اكثر من اخوان. تونا بدينا، تونا قلنا بسم الله. والله العظيم الله المستعان، هذا اللي ربي كاتبه. فاقول لك شيء ابو عبيد، ما ودي اقول الكلمة هذه، احس انه تحدى. ودي اضمكم وودعكم من غير شر. اتحدى. اسمعني اضمك طيب من غير شر يا ابو عبيد. ضمك بس انا برضه اتحدى كل ما ادري احس انه مقلب احس انه مدري ايش، لكن حبيبي انت ومستحيل والله ما انت طالع ان شاء الله. الله يكتب الخير. يا طالع ما طالع ما طالع ما انا ماني فاكك اصلا يا بعد عمري حبيبي. الله يسلمك يا هلا. ترى ما احنا مستوعبين، ترى صورت مع العيال كلهم ولا حد صدق. اي تدري ليش؟ لانه احنا ما نبغى، احنا ما نبغى انك انت تطلع حبيبي. تونا انا حكفر والله ما يطلع اذا الكلام صدق، والله ما يطلع ان شاء الله. انا اقول لك لو صدق والله ما تطلع ان شاء الله. اي حبيبي بالضبط. حلو نقطة السطر هذه انهت الموضوع. احنا بعدين بس نمشي نمشي يا بعد قلبي. الله يعطيك والله اللي يكذب. انا ايش قلت؟ انا ايش قلت؟ قلت لك اني انسان مثالي. خبل هذا. لحظه 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 والله انا ايوه ادي وين خبل 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 ادي وين بقره بقره بقره. عادي 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 والله. ها ها شوف كيف النبضه. ايه انا اقول ايش في ذا من جده. حلفنكم بالله صح؟ ايه انا علم والله. ليش رايت حلف؟ انا متفق مع عثمان. انت ما سمعت عثمان قد زبدني وانا ماني موجود وايد وليش صح؟ اه اي شيء ثاني، عثمان مجهز عب اني بطلع من فالكونز لمده ساعه بالضبط. عشان كذا قال تعال والله اهدى قسم بالله. اي 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 نرفزني نرفزني والله نرفزني قسم بالله نرفزني. انا قاعد احلف والله اسمع بطلع من فالكونز لمده ساعه بعد شوي بيجي نعب وبيشوفونا هنا متابعين. حركت الله يعينك. ايه اسمع انا اكلم عثمان انا ايه ونلغي الموضوع ساعه ويتوكل على الله. ايه يا عبد ساعه تحبه. والله العظيم يا بعد قلبي يا امير يا حبيبي لك ان شاء الله تجيب اللي تتمناه. ورع ورع قهرني قهرني. حياك الله يا ابو عمر. الله يحييك. طيب ان شاء الله. اول شيء احب اقول اني ما اعرف ايش السالفه والله. يب انا ادري ما اعرف السالفه وانا ما ودي اقول لك السالفه هذه والله العظيم ما اكذب. لكن ربي كاتب هذا الشيء من قبل اطلع الدنيا. ابو عمر من الناس اللي تبارك الرحمن طيبين طيب اخلاقا خلقا قبل كل شيء ينحب واعتبره زي اخوي ورب الكعبه. لكن ابو عمر ايش فيه؟ بطلع من فالكونز. نعم والله العظيم لا تحلف. والله العظيم اني ما اكذب عليك انه بعد شوي بطلع من فالكونز. فالمقطع هذا مصوره اني اودعك من غير شر. كذاب والله العظيم ما اكذب. لا اخي لا تحلف. اقسم بالله ما اكذب اني بطلع من فالكونز بعد شوي وبتسوي مع عثمان. رد على جوالك ولا حط ميوت اللي تبي. انت تسوقها والله ما كذب. فحاب اودعك من غير شر راح نبقى اخوان ولا راح ادخل اي كلان ثاني. ببقى رايد يعني بكون رايد نفس ما هو. فان شاء الله نتقابل سير على بعض ونجتمع سواء فالكون ولا غير فالكون. ايش فيك؟ لا وش لا؟ لا يعني وش لا؟ يعني لا فيعني اعطي ايش يعني اعطي؟ وين تطلع يا حبيبي سوى كذا؟ ها ما اخذنا من العسل. يب يا بعد عمري انت يا ابو عمر. فودي اضمك ونودعك من غير يا حبيبي. ما انت طالع ليه؟ وش طالع؟ ايش طالع؟ ترى والله ما اعرف ولا شيء ايش سالفه. انا ادري لكن اعرف انك كذاب والله العظيم. لا تعلم قسم بالله العظيم اني ما اكذب عليك اني بطعم فالكونز وجاي اودعك يا ابو عمر. لا توجع قلبي قسم بالله. بكيت بكيت لما خلاص لما خلاص. ايش يعني؟ ليش؟ صار لي ظرف. انا اللي صار لي ظرف. ما صار لي اي سوء من اداره ولا من صناع المحتوى ابدا. كلهم اخواني وعسل واكثر من العسل. فخلني اضمك ونودعك يا بعد راحي. حضربك ليه ابو عمر؟ بس والله كذاب. والله ما اكذب انا. والله كذاب يا بعد قلبي. الله يسعدك يا ابو عمر. يلا قول انا كذاب. ليه اكذب؟ احلف لك بالله كذاب. والله العظيم اني ما اكذب يا عمر. اقسم بالله اني ما اكذب. بس اني انا قاعد ابتسم من رده فعلك. والله ما اكذب. بطلع من فرق بعد شوي.
فالكونز اتش كيو. فالكون اتش كيو فالكونز اللي الاداره حقتنا مساعد عثمان. انا بطلع من عندكم كلكم، ابو قول السلام عليكم. لا ما بتطلع من الفريق، بتطلع من المقر. والله العظيم اني ما راح اطلع من المقر، اللي بطلع من الفريق كامل. والله لا تسوق ما تسوق مع راسي. وش فيك؟ ايش سوق داخل؟ انا ادري بس انه صار لي ظرف لازم اطلع، ولا راح ادخل اي فريق ثاني. بطلع صار لي ظرف، وبعلمكم على الظرف بعدين ان شاء الله. انا خمك صدقيه، عاد خمك صدقيه يا اخي. من خام ما وشو؟ لا وسنا مو طالع انت. طيب انت فوندر ما جاك العلم؟ لا ما جاني علم، ولا اقسم بالله، اقسم بالله اني بطلع من فريق، ابطلع من فريق فالكونز واعلن خروجي، واعلن ايشي، واعلن خروجي. لا 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 صدعت لا 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 خلق. هذا المقطع نتهم فيه أنا وعثمان. وعثمان ما تشوفه قبل شوي زبدلي قدام الجميع، ورايد شو عندك بطاستيت أوه، وجهز لي عب فصل فصلني عثمان بعد المقطع لمدة ساعة واحدة أطلع من فارق ساعة. عشان كده أنا أحلم، بس حلمتني إنه والله إني بعلم، والله ما أعلم. أنا أعلم الله يأخذ بليسك دومي لأسر الدوم. مين مقلبنا بعدين؟ لا مقلبك هذا مقلب حلو مره. اقسم بالله انا احس بتعرف داخل ايش؟ حق الاسئله، كرسي الاعتراف او كرسي هذا باقي من فجر الحلقه اللي بعدها ان شاء الله. بوف لخمني والله بطلع من البنك. شكرا يا عمر جوالك، شكرا. كتراشي تكرك، كتراشي كتراشي يا مرحبا، سؤالك طيب. رقم صحيني من النوم ادري انه موضوع مره مهم، بس اكمل هنا اخذ جلده انه بمشي هنا بشوي. ايوه والله ما ادري شلون ابدا لك والله يا عامر. عامر اخو واكثر من اخو، فعلا عامر هو طبعا اداري نفس الوقت صانع محتوى، نفس الوقت ماسك قناه الفريق، ماسك الافكار الاعلانات، ما يعني الجوكر بالفريق. وتشرفت فيك واقسم بالله يا عامر ما تبرك الا اخو والله، لكن حان الوقت اللي اقول لك اشوفك على خير وراح نبقى اخوان وطالع من الفريق انا بعد شوي. اسكت تستاهل والله العظيم اني طالع الفريق. انا ما ودي اطول المقطع وكذا من الاخير يعني، وحاب اودعك من غير شر، راح نبقى اخوان، راح نتقابل والله يا عامر، واجيكم وسير عليكم شقه، لان ما بيني لا ولا واحد من صانع محتوى او من الاداره بيني وبينه مشاكل وشيء. طب ليش تحلف؟ والله العظيم ما اكل، اقسم بالله اني بطلع من الفريق بعد شوي. يعني جايبني الحين التصوير عشان تقول بتطلع من الفريق؟ وش السبب؟ يعني حاب اودعك يعني. وش السبب؟ دقيقه وش السبب؟ صار لي انا ظرف، يعني مو خلل او مشكله من الاداره او من صانع محتوى، لا انا اللي صار لي ظرف. والله يوفقك يا عامر، فودي اضمك يعني من غير دقيقة. هد 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 شوي، انا بستوعب الموضوع هذا. ما تجي تصورني مقطع تقول بطلع من الفريق وتمشي. اشوف انا معتبرك اخو، صح انك صح اني ما عرفتك لما شهرين، كنت اعرفك على ايام فورتنايت قبل 4 سنين صح. بس ان طيب يا اخي ترى سافرنا مع بعض صح، قعدنا 10 ايام مع بعض وصورنا محتوى بالشرقية مع بعض للحين ما حد شافه. طبعا المحتوى هذا القوي يمكن 4 مقاطع 5 مقاطع للحين ما نزلتها وانت موجود فيها، وش اسوي فيها؟ طيب المقاطع القوية هذه منزل منها انت حقت المهجورة، وفي افضل من المهجور، مستشفى المهجور. اي طيب ما نزلتها انت، وانت اللي طولت يعني، مو بيدي انا، ايش دخلني انا؟ طولت طولت مرة ما نزلتها. كم صار مسافرين من الشرقية جاوا يعني؟ هذا سبب طلوعك من الفريق ولا لا؟ لا 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 طلوع من الفريق صار لي ظرف. طيب على الاقل يعني انتظر شوي، خل بس انزل المقاطع. يعني تبيني اجلس كذا احط اجهزه لما تنزل مقاطع؟ اي مسافر تعبان على المقاطع هذه صورتها، بالاخير تروح تسحب يعني الحين الظرف اللي صار لي اوقف. طيب انت ما ترضى تقول الظرف؟ ما اقدر اقول لك ظرف خاص فيني، ما اقدر، لازم اطلع من فريق وبعد شوي يعني، ما اقدر انطر لبكره. تبيني انطر شهر كامل لما تنزل 5 مقاطع؟ يا اخي انا ماني مصدق صراحه، اقول لك والله اني بطلع من الفريق يا عامر والله. لا تحلف. طيب لا تحلف بالله، بطلع من الفريق يا عامر مره، بطلع من الفريق. هل سبب من الاداره ولا ابدا؟ لا اداره ولا صنع محتوى، سبب مني انا، صار لي ظرف وبطلع من الفريق. لا كلانات. طيب تبي ترجع ولا؟ ولا اقدر ارجع ولا ابي شيء ولا لا كلان ولا شيء. الله يوفقك يا اخي، ما صراحه ما ادري، صدمتني انت يعني، هذا شيء ما توقعته ابدا ولا 1%. طيب فكرت قلت صدمتني من طرحك عامر، لأنه قاعد تغبني. إيه أنا جاي أتوقع مقابلة، أتوقع مقلب. مقابلة بوظفك أنا عامر، تستاهل وش مقابلة ومقلب ومقلب عامر تستاهل. أنا ما أبي فالكنز، يلا بس ما أبي فالكنز، يلا اطلع برا. شوف أنت فاهم بعد التصوير صراحة ما أدري يعني إيش اللي ناوي عليه، بس أتوقع إنه يبينا نجلس مع بعض برا التصوير. إن شاء الله. تفهم فيه. إن شاء الله. خلاص أمشي يعني. يلا عطنا حق على خفيف. يلا.
بس يعني شوف انا ما اتوقع صراحه انه يمديك تطلع حتى لو تبي، لانه عارف موضوع الاداره وعارف ان في عقود. الدنيا ما هي لعبه. دقيقه اطلع اطلب ساعه ولا اطلب؟ ها؟ اطلب ساعه ولا اطلب؟ الاثنين كلهم. هلا وسهلا. غبني قهرني مو بالكامل. يبس بتقول والله انا منصدم سكر، انا منصدم ما قاعد يصدق يضحك. طلع بالله تعرف كل شيء اسفه. لا طلع تعرف كل شيء صح. انا شوف مستحيل اتوقعك تطلع. اعرف اول شيء انك انت اطول خشيت معنا كاخو صح. مو كعضو صح. وحنا مستنسين معاك فمستحيل في سبب يخليك تطلع كذا فجاه. الحين حق حقيقي. الله عامر العقد عاد الساعه تدري يعني الحين انت ما تعضو فالكنز. يلا دز بس يا خوي. ندمت الربط الكعبة دي الان قهرني يا عيال. اقسم بالله يدري كل شيء كل شيء. شفتوا عقد ابو ساعه؟ شفتوا المقلب؟ يدري فيه 100% معلمين الاداره انه اداري انا ما ارجع. لكن ترى صادق قناه الدريك في خمس مقاطع جبارة، مقاطع أكثر من 10 ساعات أصور، والله العظيم أول مرة بحياتي أصور 10 ساعات عشان مقطع واحد، صورنا 5 مقاطع، تضربون قناة الفريق، شكراً. طبعاً يا جماعة الخير، هذا مدير صناع المحتوى عثمان، حياك الله عثمان. حبيبي. يا مرحبا، كيف الحال؟ هنا مخططين أنا وياه. عثمان ما يدرون ايش سوى هنا، عثمان قرب الدنيا علي، رأيي إذا ما جاء ستيت، لا يجي لا أشوفه، الناس كلهم قرب، ليش؟ بعد ذي قبل تصور، ورم العاد، لا أشوف. هذا اقراء لمده ساعه الرايد والفايت فصل هذا اقراء فصل الحين اوقع عليه حسام الحلم بسم الله 60 دقيقه انا ماني مع بالك يلا يلا تخلص مقطعك في 60 دقيقه يلا انا اوقع هنا يلا انا ماني بالك يعني وشو يعني هذا مو مدير اسمع قول اسمع قطعها ترى قام علي طيب الى هنا وش تقول المساعدين خلينا نعطون ايش اللايك والاشتراك صح اسمعوا كلام هذا المدير يا جماعه ليش ما اشترك الحين اي والله اشترك الان اشترك بعد قبل طيب الان معي صالح ممكن اقول حاجه والله صرت خاف اطلع في مقاطعك لا والله لا صالح صرنا هذا مقطع يعني تقريبا جدي طيب صالح طبعا تاخر صورت حلقة حق رايد الجزء الثالث ورجعت بصور اللقطة هذه حق صالح والله ما ادري شلون ابدا لك شلون عليه لا والله العظيم ما ادري شلون ابدا لك صدق بما انك متاخر وهذا اليوم الثاني بعد ما صورت مع الشباب علمتهم اسالك بالله في احد من الشباب علمك بشيء لا والله ما ادري ايش السالفه ولا اعرف ولا ذره انا وقعت مع عثمان خروج من فالكنز اي أيوة رب الكعبه من جدك اي أيوة والله العظيم والله وقعت من عثمان لخروج من فالكنز صار لي ظرف انا مو يعني مو من الاداره ولا هو من صنع المحتوى بس مني انا وقعت مع يصير لك ظرف علمنا نتساعد نحاول نساعدك توقعت أنا. الخروج ليش؟ بس ايش الاسباب؟ هل خاصه عائليه شيء نقدر نساعد فيه؟ تبقى لا مو بتساعد فيها بس صار لي ظرف انا بعدين بقول لكم يعني بعد خروجي مده بقول لكم لكن يعني حاب اقول لك انه راح نبقى اخوان نصور مع بعض ما يحتاج تقولها ابدا ونتقابل ايوه فانا بطلع طيب ممكن نعرف ايش السبب؟ ما اقدر الحين. هل شيء نقدر ندخل فيه حنا؟ بس انه خروجي مو بالحين يعني بعد تقريبا اسبوعين وقعت اقسم بالله العظيم انه موقع وحتى عثمان اقسم بالله العظيم انه كاتب انه والله العظيم انك صدمتني ورب الكعبه اني انصدمت اسالك بالله والله العظيم انك صدمتني ولا ادري وش السالفه فالله يوفقك يا صالح ودي اضمك يعني مو اودعك من غير شر يا بعد روحي صالح الله يوفقك والله احسبك تمزح يا بعد امر والله اني صادق تكفى انك تتكلم جد والله دي ترى ما يمزح فيها ابدا اقسم بالله العظيم اني صادق اني انا بطلع من الفريق مو بطلع من الفريق طلعت وقعت مع عثمان اني طلعت والله يوفقك والله ما ادري ايش اقول صدمتني اقسم بالله انك صدمتني وانا مخطط لمقاطع مستقبليه معك والله ما اقولها الكاميرا انا ودي اصلا تلف الكاميرا كذا عشان اقدر اتكلم انا براحتي اقسم بالله العظيم انك من الاشخاص اللي قطيت مي انا معهم كذا ولا ندمت ابدا رميت كل ما املك من معلومات من شخصيات كل شيء ولا ندمت انا ولا شيء يا بعد والحين تطلع ربك كاتب هذا ربك كاتب والله ما ادري ايش اقول لكن اسال الله انه يوفقك وين ما كنت سواء في اي فريق ثاني احنا بنبقى ما راح ادخل اي فريق ثاني ابدا خلاص خروج وببقى لحالك فريق لحالك باي مكان كان احنا موجودين شقتي فاتحه
يا بعد روحك. مقر فالكنز والله العظيم اللي ما يستقبلك اني انا استقبلك في بيتي يا بعد روحك ورب الكعبه يا بعد روحك حياك الله في اي مكان، احنا نبقى اخوان سواء فريق ولا بدون فريق. رايتك بيض والله صالح، والله معرفتك مكسب يشهد يا بعد روحي. طيب اسمع صالح، ودي ننظف الجو شوي، ابيك تشوف الكاميرا وتقول كيك، قول كيك كيك اكتب عليك. صالح تكفى يا صالح، لا لا يا صالح يا صالح تكفى صالح. الحلف طيب أعلمك الحلف ليش؟ طيب أقول لك الحلف ليش حرام عليك؟ أعلمك ليش أحلف، أنا بعلمك ليش أحلف. بسم بالله إنك ما تستحي يا صالح. صالح صالح استهبل رايد ليش؟ اسمع اسمع يا ولد قلبي غلا غليان كذا. بعد قلبي أول شيء لأنك زليت تحكم فيني بنقطة اللي راح حبيت أخذ حقي منك. لا دقيقة ربيش والله العظيم نمشي والله. لا لا اسخن بسم بالله انك تستهبل يا رايد، انا عاد بصدق بشيء. اسخن الكلام اللي قلته قبل شيء قلبي توكل على الله والله ما تجي. اسخن اقول لك شيء، انا عثمان جهز لي عبد فصل من بالكنز لمدة ساعة عشان كذا راح بسم بالله انك قليل ادب ورب الكعبة وانك ما تستحي على وجهك يا رب يعني والله العظيم اني زعلت. اسمع اسمع اجلس هنا خلنا اجلس اجلس تفضل صالح تفضل صالح اجلس عاد. معلم علي صار معلم اجلس يا ليه. اسمع اسمع شوف انا هذا بس وشو اباخذ حقي منكم بس مو كذا تمقلبنا. انا اسف ما راح اخليك ناشف لك يا صالح ناشف. لا ذا اللي قلنا له قلط وقلط والله العظيم قد ما اني منغبن انك كذبت الا اني مبسوط والله العظيم يا بعد روحي. لكن دواك عندي، قلت لي زليت وقسم بالله يا رايد انك زليت. لا تكفى والله انا ودي احط صلح بسوي صلح خلاص. اسمع ما في صلح، الناس والله ما يعرفون شخصيتي حقه المقالب حقه الاستهبال والطقطق قسما بالله. لكن والله تطلع بارد وجه والله يا عيال اللب. اقسم بالله ما تعرفونه، بارد وجه يخوف بارد ما يسمع. شفت سووا فيني من طيب راح ما شاف شيء. زليت والله العظيم انك زليت. اي طيب دقيقه ما بشي والله بمشي. ايش تبي خلاص قل لهم لايك واشتراك تكفى والله ما يستاهل. لا تكفى ما يستاهل. اسمع لايك واشتراك اي أيوة والله يسافر سفره موعود من رئيس فاركوس يا رب. الفريق اللي كان بيطلع منه بعدين رجع باذن الله اني اروح اشتراكات اشتراكات جماعه الخير يستاهل يستاهل يستاهل. انا اسف بعد قلبي. مع السلامه. لا لا صار صار.